عسلامة، مرحبا بكم في حلقة أخرى من الجيل الجاي. المرة هذه باش نحكيه على موضوع يهم التوانسة الكل بالرسمية، موضوع التعليم العمومي. أما قبل ما نبدأ ندخلوا في الموضوع، خلينا ساعة نتعرفوا على الضيوف اللي بحذينا الليلة. مرحبا بكم. وبيك عايشك عسلامة. ريم بوعجاجة، 21 سنة، طالب كلية العلوم القانونية بتونس، وكفونتور بلاتفورم ليسينا وفاكنا اللي تعرفوهم الزوز، يخدموا على أخبار التعليم في تونس. احنا نشوفوا الحلول ونشوفوا المشاكل ونشوفوا شنو جديد اللي يحب يعرفوا التلميذ والطالب التونسي. تعترفوا تقومونا بالمشاكل، احنا نهبطوا المشاكل ونحاولوا باش نشوفوا الحلول اللي تستحقوها. باهي يا سيدي. مرحبا. سلسبيل قميزة، عمري 16 سنة، قريت العش كما يقولوا لي، تلميذة بمعهد شارع فاطمة بورقيبة ولا ثانوي، وعضو في مجلس برلمان الطفل التونسي. مرحبا. عسلامة. عسلامة. دونك اللي يظهري لازمنا نطالبوا بوزارة، معناها خاطرنا الكلنا في دومين التعليم اللي موش تلميذ راه يا أستاذ يا معلم. دونك أنا عزة جميعي. كان انت سي. دونك انا عزة جميعي، 23 سنة، معلمة مدرسة ابتدائية عمومية. عندي شوية محاولات في الكتابة، في الكتابات متاعي نكتب، حاولت نكتب على مشاكل موجودة في تونس، من بينهم مشكلة متاع التعليم اليوم. وانا زينب الحامي، عمري 26 سنة، دونك enseignante de français في une école privée. كيف كيف عندي une chaîne YouTube حكيت فيها على l'orientation universitaire، وكنت l'invité متاعي في l'une enfin une des vidéos. وزاد عندي un compte Instagram نحكي فيها على كتب، نحكي فيها على كتب الأفلام، دونك نسمى بوكستاغرامز. بوكستاوات؟ بوكستاغرامز. بوكستاغرامر. بوكستاغرامز بالفرنسي. تيرم تكنيك هذاك. وفي الانستغرام وتحكي على الكتب. نحكي اي هاي فهم. ذولي هي الوحيدة اللي تحكي في الانستغرام. بارمي فان بارمي ليست صغيرة برشا، ما فماش برشا ان توكا. تونس يحبوا الكتب راه العقد. كوكو الامل بذيفي وبرشا يخدموا في خدمة مزيانة. سي بيان. مي اكسيلون. ريان، في ليسينا شنو تعملوا كونكريتمون؟ خاطر انا نعرفها الباج، خليتها جوستومون كي يبدا فما حركه تلمذيه، فما احتجاجات، فما مطالب، جينيرالمون تلقاها هي النواه نتاع التحرك. بخلاف هذا شنو تعمل؟ دونك ليسينا المعروف انها صوت التلميذ التونسي ولا فضاء التلميذ التونسي. كيف تبدا فما مشكله في التعليم، كيف يبدا فما اخبار عركه بين الوزاره والنقابه، العباد ما عادش تتبع اخبار ثمانيه، ولاو يمشيو يشوفوا ليسينا ويبعثوا لها زاد المشاكل اللي عندهم، دخلت الباك سبور وغيره. واليوم زاد ليسينا تخدم باش تولي تعوض اللي التعليم التونسي ماهوش قاعد يعطي فيه. نسمعوا برشا سوفت سكيلز، هارد سكيلز، برشا تلامذه ما يسمعوش بالفرص الموجوده اليوم. دونك ليسينا تخدم بلاتفورم باش توصل لهم هذا الكل، ومع بعضنا نقدموا بتونس. شنو هذا الكل؟ معناها فورماسيون اخرى؟ شنو باش تعملوا بالضبط؟ توا قاعدين نخدموا على ديفلوبمون نتاع دي بروجرام باش يكونوا اون ليني، فما دي بروجرام باش يكونوا معناها في الحياه الواقعيه، دي فورماسيون للشباب، على خاطر ولينا نشوفوا ان فما فرق كبير بين اللي يطلب فيه سوق الشغل والا بين لي فورماسيون نلقاهم ساعات في العاصمه في دي زيكول بريفي، كل بين لي فورماسيون الموجودين في التعليم العمومي وفي بقيه ولايات الجمهوريه. باش نخدموا مع مربين واطار تربوي وناس فورمي اكسترا، ماهوش تعليم موازي. ماهوش تعليم موازي، جوست نوصلوا المعلومه، هذا هو تعليم تكميلي اون فادي. تعليم تكميلي، ما نبقاش نستناو تعليم التونسي يتصلح 20 30 سنه لقدام، على الاقل الجيل اللي طالع توا نحاولوا ننقذوه. باه. السيده النائبه، مرحبا بك، عندك دقيقتين و30 ثانية باش تفسر لنا اش قاعدين تعملوا في برلمان الطفل. تنسى في الجو تاع دقيقتين و30 ثانية، الجو اللي بيان إليميني. باهي. عضو في مجلس برلمان الطفل التونسي، اللي هي صارت انتخابات للتلامذة اللي يبداو في المدارس الإعدادية، صارت انتخابات على مستوى الأقسام، ومن بعد على مستوى المعهد، ومن بعد على مستوى الجهات. ترشحت بين 58 تلميذ أني وأربعة أطفال برلمانيين أخرين. كانت الخدمة نتاعنا أننا ننتخبوا رئيس برلمان ونائب أول نائب ثاني ورؤساء لجان وانقسمنا لجان وكل. الخدمة نتاعنا أننا باهي رئيس برلمانكم، باهي ماشي معكم بالكدا. مهيب الرزق من ولاية سليان، نقدم له تحية. الحمد لله يا رب. الخدمة اللي كنا نركزوا عليها هي أننا نقوموا بمشاريع في الجهات نتاعنا، ونحاولوا نوصلوا المشاكل اللي تصير في الجهات نتاعنا، ونحاولوا ما نسكتوش على الاضطهاد اللي يصير في الطفل المهمش خاصة في المناطق نتاعنا. تري بيان، يعطيك الصحة سلسبيل، ميرسي بوكو. الليلة باش نحكيو في هل زعمة بلوتو زعمة التوانسة مازالوا عندهم ثقة في التعليم العمومي متاعهم. باش نزيدوا فصل صغير وهنا راجعين باش نحكيوا في الأطروحة.
أيوة، شو عملنا تو في حكاية التعليم هذا؟ مشكلة مشكلة، هو موضوع أي موضوع معقد شوية جبونس. بيه نحب نعرف ساعة أنا رأيكم، هل زعمة أحنا اللي موجودين هنا عنا ثقة ولا لا في التعليم العمومي التونسي؟ أنا باش نحكي على إكسبيريونس صغرونا بين البارح واليوم، عمل سبق أراء في لسانة شاركوا فيه 86,000 تلميذ. هو قداش فيها لسانة؟ على الانستغرام عملنا فيها 700,000 في ستوري تقريبا شافوها قريب 180. دونك فما 86,000 ولا اكثر شاركوا في السونداج، 81% منهم قالوا ما عنديش ثقه في التعليم العمومي التونسي، و19% قالوا عندي ثقه في التعليم العمومي التونسي. كاسحه شويه، كاسحه برشا، كاسحه برشا، ومش على خاطر زعما انتم تحكيوا مع نيش معينه يعني بيبليك سيبل نتاعكم. انا نشوف هذايا، انا نشوف هذايا معناها ظاهره مجتمعيه انه التلميذ التونسي تو ولي جون عندنا ازمه ثقه في الدوله بصفه عامه، ازمه ثقه في القطاع العمومي. ونسوي تبع بعضه معناتها. مثلا نضم صوتي لل 81% اللي قالوا ما عندناش ثقه في التعليم العمومي، على خاطر الثقه نتاعنا اهتزت وقريب تكون انعدمت في المؤسسه التربويه نتاعنا، فيها برشا مشاكل اللي خلانا ما عادش نتشجعوا نمشيو نقراو. مثال كي جات الازمه نتاع كورونا والحجر الصحي كنا فرحانين ماناش ماشيين نقراو، تصوروا الحاله اللي وصلنا للتلميذ التونسي انه ما عادش يتشجع انه يمشي يقرا، الظروف ما تشجعش، زمن مدرسي، برامج تعليميه قديمه على الاخر، ولا نقراو في برامج قراوها باتنا قبلنا برشا معناتها، دونك ما عادش عنا أنتوراج يشجعنا على أن ندخل ونقرأ. أنا عكسك سلسبيل، رغم أنه أنا معلمة نخدم في مدرسة ابتدائية عمومية عندي 8 شهور ما خلصتش، ومع ذلك معناه فهمت عاش مازلت عندي ثقة في التعليم العمومي، خاطر نعتقد معناه في غياب مدرسة عمومية بالضرورة هو غياب دولة. معناه كيفاش نجم تتخيل دولة بلاش قطاع مهم كما قطاع التعليم؟ أنت شنو أكثر حاجة تقلقك في التعليم العمومي اليوم؟ أكثر حاجة تقلقني هو أنه بالحق غير مطابق للي موجود في المجتمع. معناها نقرأ حاجات ونعلموا حاجات للصغار، وإلا في الأخر معناها يخرجوا لسوق الشغل يتصدموا بالواقع. هذه اللي هو معناها بينات البرامج وبينات التطبيق. أنتو كان اليوم فما بوزيسون كبيرة بين شنو طالب سوق الشغل وشنو أنت قاعدة توفر للتلاميذ بصفة عامة. خلينا من ذاك، انت زين شنو هي اكثر حاجه تقلقك في انا اكثر حاجه تقلقني ولو اني انا عكس معناتها انا عكس عزه، انا نخدم في التعليم الخاص معناتها نقولوا احنا يمكن اقل مشاكل. انا جو بونس كو المشكله في ليبانويسمون نتاع التلميذ، وانا يهمني برشا انه يبدا مرتاح وهو يقرا، انه يبدا ايبانوي ويتقبل المعلومه بطريقه هكا سلسه وكل شيء. اي دونك فورسيمون بما انه البرامج معبيه فما بوغاج دو كران هكا برشا، دونك هذاك الكل يصنع جو بونس تلاميذ غير قادرين انهم يكونوا مرتاحين وهما يقراوا، خاطر نعبي لي تيت جوسكا كوم. فهمت سلسبيل وريان فيسع فيسع. انا الحقيقه عندي ثقه في التعليم العمومي التونسي، ماهوش عاجبني، اما الثقه هذه لازمه باش نوصلوا نخموا كيفاش باش نصلحوه. هذه حاجه ما عنديش فيها ثقه وما عينيش باش نتلفت لها، راو ما عادش باش يكون عندي حتى قدره على الاصلاح. اليوم العباد الكل مقتنعين بالمشكله، لازم نحلوا الشانتي. باهي، المشكله شنو هي اللي مقلقتك انت بالذات من الموقع نتاعك؟ كما حكاو الزملاء في الاستوديو، عندنا المشكله نتاع ما فماش توافق بين الواقع تاع التعليم التونسي وبين المتطلبات نتاع سوق الشغل، ما فماش تركيز على بناء الانسان، قاعدين معنا طرق نتاع تعلم مقدمه جوست نحطوا له في برشا معلومات في مخ وبعد هو يفرز بروجرام قاعد يتعاود كل عام، ما عندكش الوقت باش تعبي مخك كيما تحب. تفضل. اني عكس ريان نقول لاني كي فقدت الثقه نتاعي ما نجمش نجبر روحي اني نثق في حاجه ماهيش توفر لي في المتطلبات نتاعي. كيف ما قلت اللي المؤسسه نتاعنا ماهيش قادره على انها تبني جيل قادر على النقد والابداع، قادر على راي وعلى الدفاع. خلينا نشجع التلميذ على العلم والعمل، خلينا نبث فيه الامل، كيف ما قلت نحن الساس والاساس، خلينا نصلحه قبل ما يفيض الكاس. حاجه اخرى زي متريني عليها اما هي بنت المدرسه التونسيه تقرا في التعليم العمومي، هاك تعرف تدافع على رايك، هاك تعرف معناها تحكي كل شيء. نحكي على في سامحني، نحكي على فئه معينه، اني واحده من جمله برشا معناتها ما تنجمش تاخذني اني صحيت اني واحده من جمله الاقاليه من خريجه التعليم العمومي، وهذا شيء جميل. اني كي ننقد المؤسسه العموميه نتاعي بنقد اني نقد بناء بالهدف اني نحاول نصلحها. هذا اللي ريتوه توا جوست حلين شاهي هكا وابو نقوع اللي باش تشوفوهم بعد في المناظره في زعمه، واحنا باش نرجعوا بعدها بالضبط مع العشره في الجيل الجاي. اما كما قلنا في المناظره باش تتفرجوا في شباب اللي شارك في المسابقه واللي ربح
مع وزير التربية السابق وكذلك مع ممثل جمعية الأولياء التلاميذ. نورمالمون باش نمشيو للاستوديو بحذا الياس. الياس هل تسمعني؟ أسمعك جيدا عسلامة. شكرا لك. مرحبا بك. شكرا لك وشكرا لضيوفك. محليها كلامكم قداش حليتونا الشاهية الزعمة في حلقتها الخامسة. بطبيعة الحال شوية خلينا نقترح على السادة المتفرجين أنه يكتشفوا المتناظرين متاعنا. الحقيقة هذا الكل قاعد يتعمل لهم هما هيثم أنه متناظرين الشبان وزوز شبات اليوم يحكيوا في موضوعنا زعمة التونسي مازال عنده ثقة في التعليم العمومي أم لا. بطبيعة الحال ضيوفنا زاد كذلك عندهم ما يضيفوا حاتم بن سالم الوزير الأسبق اللي عايش عديد تجارب الإصلاح واللي كان في المعمعة واللي مس الماتير ويعرف على شنو يحكي. في نفس الوقت كان مهم بالنسبة لنا أنه صوت الأولياء والتلامذة يكون حاضر من خلال سيريدا الزهروني اللي موجود معايا في استوديو شوية آخر لحظات وتنطلق زعمة ونسمع كل الآراء. التناظر مرة في الشهر صحة لنا أنه نخدم على مواضيع بهذه الأهمية ومن توازد تحية لكل جمهورنا الافتراضي الموجود وتحية لك هيثم ولضيوفك. شكرا لك سيلياس. نسلم لك المصدح قريبا جدا ولكن قبل هذا يلزم أقولكم اللي بتفرجوا زادا في أميكرو تخطوار حكينا فيه مع برشا مواطنين توانسة حول رأيهم في المشاكل اللي تعرضوا لها في علاقة بالتعليم العمومي. شنو اللي مقلقهم هما بالذات في مسألة التعليم العمومي؟ تفرجوا في الميكرو تروتوار وبعد ديريكتومون تخلطوا على الياس الغربي وضيوفه على بلاتو التاسعة وعديد القنوات الإذاعية والتلفزية في زعمة. نظام التعليم اون جينيرال مقلقني دو ا جوسكا زيد. تو انا مثلا ولدي يقرا تروازيام اني بريمير على اساس ماردي معناتها نهار الثلاث والاربعاء مقرفين المعلمين. يمشي يقرا نهار الاثنين يلقى روحه ديجا قرفوا المعلمين وما علموش العباد جمله. معناتها مشى وجا صباح وعشيه ما فهميش لا قرايه لا حتى شيء. وزيد هي قرايه نهار بنهار حسيلو توا الجمعه كامله وهو قاعد في الدار. غيابات الاساتذه برشا بالكور مش قاعد كلها تقري في الكور. مش معناها مش تعطيك في كور براتيك معناها تعطيك تجي تعطيك كور باري ميل يبعث لك باري ميل وما يفسرلكش الكور جمله معناها باغ اكزومبل حاجه من الحاجات هذه. نشوف انه فما فرق كبير برشا بين البروجرام اللي قرينا به احنا والبروجرام نتاع الصغيرات هذوما والصغيرات الجدد. فما برشا حاجات ناقصين وبرشا حاجات نحهم البروغرام كنا نقراو بهم احنا قبل نذكر معناتها فما حاجات عاونتنا قرينا عاونتنا في حياتنا تو كثرت القرايه وقلت الوقت باش نعمل حاجات اخرين. انا السنة نقراو نهار بنهار عندك برشا وقت باش نعمل حاجات اخرين. اما في عام عادي تقرا كل يوم وتقرا من الصباح للعشيه مأخر برشا ضغط على التلميذ يبدا يقرا برشا ماتيريات وكل وزيد يعطيوه دروس اللي يخدمهم في الدار وكل ما عندكش وقت معناها باش تعمل حتى شيء اخر. بالنسبه للتعليم في تونس هو تعليم متخلف ومتحجر معتمد على الحفظ والتلقين لا على الاستنباط والاستنتاج والتمحيص. وكما قال الفيلسوف اليوناني افلاطون التعليم هو اشعال الجذوه وليس ملء الوعاء.